قالت مصادر عسكرية أن طلائع من الجيش الوطني وصلت إلى مشارف مدينتي جعار وزنجبار في أبين بعد خوضها معارك هي الأعنف استمرت لساعات ضد ميليشيا الانتقالي المدعوم من الإمارات. ذكرت المصادر اليمن شباب أن قوات من الجيش سيطرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة على سلسلة جبال النجيد ومنطقتي الكثيب وصرر التي تقع على بعد حوالي 7 كيلومترات من مدينة جعار مركز مديرية خنفر. وسبق ذلك استعادت الجيش لمعسكر أبو موسى الأشعري وسيطرته على مواقع أخرى شمال مدينة زنجبار مساء الجمعة. وبحسب بيان قيادة الجيش الوطني فإن هجوما استمر لأربع ساعات صوب زنجبار انتهى بتحقيق تقدم صوب المدينة والسيطرة على طريق رئيسية واصلة إلى منطقة الدرجاج. لتفاصيل أكثر حول الوضع في أبيان ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ ياسين التميمي محلل سياسي. أهلا بك أستاذ ياسين. وبداية أستاذ، ما هي آخر مستجدات المعارك بين قوات الشرعية وميليشيا الانتقالي في أبيان؟ طبعا أنا لست على صلة مباشرة بالمجريات الميدانية، لكن هناك مواجهات كر وفر، كان هناك هجوم لقوات المجلس الانتقالي على مواقع القوات الحكومية، وكان يراد له أن يكون مكملا بما حققه المجلس الانتقالي في محافظة أفرة، لكن كان هناك مقاومة من قبل القوات الحكومية ثم هجوما مرتد من قبل هذه القوات، يعني أوصلتها إلى مواقع متقدمة باتجاه زنجبار وجعار. لكن لا ينبغي أن نتوقف كثيرا عن التقدم الطفيف الذي احرزته القوات الحكوميه، لا اعتقد ان الامر ياتي في سياق مخطط مدروس للتنفيس عن الغضب الذي يجتاح معسكر الشرعيه اثر الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي في قطر بدعم من السعوديه والامارات. ولست كمراقب على ثقه بان المواجهات في ابيان يمكن ان تحقق اهداف الحكومه، ولست موافقا حتى من ان الحكومه تريد ان تصل الى عدن عبر محافظه ابيان. نحن أمام مواجهة عبثية تدار بشكل كامل من قبل السعودية والإمارات، هناك أسلحة حديثة وضعت بيد المجلس الانتقالي هي اليوم التي تمنع وصول القوات الحكومية ومرورها عبر محافظة أبيان باتجاه عدن، وهذا يعني أن القوات الحكومية لا تواجه هؤلاء المتمردين وإنما تواجه مخططا يدعمه ومولده هذا التحالف، ولا ينبغي أن نؤخذ بهذا النوع خلط مفضوح للأوراق والتوظيف يعني المفضوح ايضا لهذه المواجهات التي تريد ان تكرس صوره واحده، وهو ان هناك مواجهات بين اطراف يمنيه تنتصر هنا وتنهزم هناك، والتحالف فقط جاء لفضل الاشتباك، بينما الذي يحدث هو ان هذه القوات المتمرده تحصل على كل ما تريده من اسلحه ودعم ومال من التحالف، التحالف هو الذي يريد تجريف السلطة الشرعية من المحافظات الجنوبية. نعم. الدليل الواضح على ذلك هو ما حدث في سقطرى، سقطرى بعيدة عن مساحة الأحداث. الذي جرى هو أن التحالف دبر انقلابا ما كان ينبغي أن يتورط فيه في هذه المحافظة المسالمة وسلمها للانقلابيين والمتمردين. ربما أستاذ ياسين هناك من يرى أن التمرد المسلح الذي ذكرته في سقطرى هدفه تخفيف الضغط على الانتقالي في أبيان بعد خسارة مواقع استراتيجية هناك. كيف تفسر أنت ذلك؟ لا 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 لا، هذا كلام أنا أعتقد أنه غير صحيح. المشروع الانقلابي متكامل وليس المقصود هو تخفيف الضغط. الانتقالي هو الذي يعيق تقدم القوات الحكومية وقد تمكن من إعاقة في أبيان وحقق انتصارات بدعم من السعودية والإمارات في 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 سقطرى، ولولا هذا الدعم لم استطاع ان يسيطر على سقطرى اصلا، ولولا الدعم العسكري السعودي الاماراتي ما استطاع ان يعيد تقدم القوات الحكوميه. ليس هذا الامر يريد ان يثبت في الصوره ان هناك مواجهه متكافئه وان القوات الحكوميه بيدها زمام مبادره، القوات الحكوميه تتعرض لاكثر عمليه خداع وغدر من قبل هذا التحالف. هناك من دفع بالقوات الحكوميه الى مواجهات في ابيان دون ان تكون لديها الاسلحه الكافيه، بينما قام بتزويد الطرف الاخر وهو الانتقالي بكل انواع الاسلحه لكي تهزم الحكومه ثم تقبل بما يريده السعودي في الرياض من تغييرات جذريه في اتفاق الرياض ينتهي بالتسليم للانقلابيين الجدد في المحافظه الجنوبيه. نعم، دعوات التهدئه غالبا ما يطلقها التحالف العربي الا عند تقدم قوات الشرعيه، هذا قد ينقذ ربما ميليشيا الانتقالي في ابن، حتى انك تحدثت ان لديهم اسلحه ربما تكون اكثر من اسلحه الجيش الوطني، ولكن ما السبب الذي يدفع التحالف للتغاضي عن تمرد الانتقالي وبالمقابل لعب دور الوسيط عند هذه الميليشيات، وما الذي يدفعه حتى للتعامل معها وعدم اعتبارها ميليشيات انقلابيه طالما وهو جاء لدعم الشرعيه؟ التحالف متورط في تقويض السلطه الشرعيه، هو الذي اوجد هؤلاء هذه المجاميع المتمرده، هو
هو الذي سلحها، هو الذي أنشأها من العدم، هو الذي ينفذ مخطط خاص به ويهدف في النهاية إلى السيطرة على الجغرافيا اليمنية وتفكيك الدولة اليمنية وإضعافها. القوى المتمردة هذه هي عبارة عن أدوات تستخدمها السعودية والإمارات، وهذا يعني أنه لا يجب أن نسأل بهذه الطريقة. نحن نواجه السعودية والإمارات ولا نواجه هذه المجاميع، إذا لا ينبغي أن نسأل ما دوافع، يعني لماذا يقوم التحالف بهذا الأمر. التحالف هو الذي يقوم بهذا الأمر، وهو الذي يخطط ويفكر، وهو الذي يدعم، وهو الذي اتخذ قرار إنهاء دور السلطة الشرعية بشكل كامل من الساحل. نعم، إذن أستاذ ياسين، ما هو رد الحكومة الشرعية حول هذا الموضوع كله؟ ما هو الرد الذي يجب أن تقوم به؟ الرد رأيناه في بيان اليوم، وهو بيان ساذج، ويريد أن أيضا أن يعمق أو أن يكرس صورة بأن ما يقوم به مجلس الانتقالي هو محاولة لإفشال الوساطة السعودية. ليس هناك وساطة سعودية، وليس المطلوب من السعودية أن تتوسط. السعودية لديها قوة عسكرية وتدخلت عسكريا لحماية السلطة الشرعية، عليها أن تجبر الانتقالي وتمنعه، لكن كيف تمنعه؟ هي التي أصلا دعمته، وهي التي حرضته، وهي التي مولته، وهي التي تريد له أن يهزم السلطة الشرعية ويحل محلها. فالحكومة للأسف الشديد ترتكب خطأ استراتيجيا، بل وتتماهى مع هذا الدور الخياني الذي يقوم به التحالف من خلال هذه البيانات المراوغة والمغالطة والتي تشوش الرأي العام. كان عليها أن تسمي السعودية أو تحملها المسؤولية الكاملة عما يجري في السفارة دون مغالطة ودون استخدام مفردات تتوه الرأي العام وتبقي السعودية طرفا منه. نعم، إذن الأستاذ ياسين التميمي محلل سياسي، شكرا جزيلا لك.